بقول جمهور نادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي بصفة خاصة، إن شاء الله هيكونوا على موعد مع قمة جديدة ونهائي بطولة أفريقيا للأندية أمام فريق الوداد المغربي. إن شاء الله المباراة هتقام على استاد محمد الخامس في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة. امبارح أعلنوا عن نفاذ تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا المباراة زي ما احنا قلنا بتقام على ملعب فريق الوداد المغربي بعد قرار غريب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن نهائي البطولة يقام للعام الثاني على التوالي في دولة المغرب الشقيقة. لكن إن شاء الله إن شاء الله يكون جمهور النادي الأهلي حاضر، ولو حتى هنقول كم ألف كده يعني، معلش بس موجودين، وصوتهم وتشجيعهم لفرقتهم هيكون إن شاء الله مسموع. كل الأمنيات كل الأمنيات لممثل مصر. هو في الأول وفي الآخر أنا بقى نادية إيه، لكن النادي الأهلي النهاردة بيمثل مصر ويقدر يحقق لقب البطولة الغالية، ومن بعدها إن شاء الله يتأهل لكاس العالم للأندية. عايزة أقول بقى على مشاركة النادي الأهلي في هذا النهائي. هو مش مجرد على فكرة مشاركة عادية، دي مشاركة لو هنتكلم على النادي الأهلي النهاردة بتعبر عن تاريخ طويل من الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية. تاريخ كتبه نجوم وأبطال نادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي. كفاية إن احنا نقول إن الأهلي بيسعى لتحقيق لقبه الحداشر في هذه البطولة من خلال ثالث نهائي على التوالي بيشارك فيه بعد لقب القرن اللي حققه في 2020 أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، ونهائي 2021 أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. والنهاردة إن شاء الله الأهلي بيسعى للفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي، ومن بعدها إن شاء الله إن شاء الله لما يفوز يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه. كل قلوبنا النهاردة مع ممثل الكرة المصرية النادي الأهلي. إن شاء الله نجوم النادي الأهلي يعيشونا ليلة جميلة وتبقى في نهاية سعيدة للليلة دي وكلنا بنحلم بيها، وبالتأكيد الدعم الكبير من مجلس إدارة الأهلي للفريق في الأيام اللي فاتت في حالة تركيز شديدة داخل المعسكر خلت كل الناس جاهزة، كل الأمور متظبطة، بتبقى بس فاضل لنا إن شاء الله التوفيق عشان المارد الأحمر يرجع من المغرب إن شاء الله باللقب رقم 11 في تاريخه ولقب أفريقي جديد للكرة المصرية بإذن الله. مخرجنا أحمد علي بيقول لي أنت زملكاوية. أيوة أنا زملكاوية، بس أنا النهاردة أهلاوية لأني بشجع النادي الأهلي لأنه هو بيمثل مصر، وطبعا بتمنى له كل الفوز وكل الأمنيات الصادقة. أنت بقى زملكاوي إسماعيلاوي أي نادي، أنت مقاولين عرب، كلنا النهاردة بنشجع النادي الأهلي لأنه بيمثل مصر، وإن شاء الله بكرة كده نفرح بالجماهير ومصر كلها تفرح ونقضي ليلة جميلة ومشاهدة ممتعة إن شاء الله.